اما هلا نحن مبدا برنامجنا لنفرقكم لا نقربكم كثير. المبدا انه في سياره بالاخر بدكم تربحوها، ومثل ما قلت اللعبه كلها لعبه رهان. نحن رح نطلب من الشباب يتفضلوا معي على الغرفه العازله، اما انتم صبايا ريحوا معكم هون شوي، معكم وقت ما تبرموا لورا، خلوا يصير في حكي رجال بين بعض، نرجع بنكفي معكم. تفضلوا رجال. يلا شباب، كل واحد ورا مرته. اكيد كل واحد ورا مرته. لشوف هو هيدا البرنامج احنا جايين نطالب بحقوق المراه. شوف رح فسلكم اياها. هلا انت يا هي طول لي بالك، بعدك ما تزوجت وبدك حقوق. بكره يا حرام لما يتزوج شو بده يصير؟ يا باي سنتين ونص نحن عنا خبره. شوفوا حالكم شغله، هي ما بتصير معكم الا مره بالحياه بهيدا البرنامج، صدقوني اسمعوا مني. بهيدي الغرفه فيكم تحكوا اللي بدكم اياه وتعملوا اللي بدكم اياه، وتكون ردة فعلكم طبيعية قد ما بدكم لأنه مش سامعين شيء. تمام؟ الله يعينكم. شو ناطركم؟ تمام؟ أنا سامعكم وسامع كل تعليقاتكم. أنتوا قدها؟ خلاص مش جمهور سامعكم. بس هلا مش سامعيننا. خلص على الحلقة بيسمعونا لما يقدروا. شباب يلا أنتوا بأي إيدي أمينة والله يعينكم شو حيصير معكم. ميرسي. شو صبايا؟ مرتاحين؟ رواق؟ خلينا نبلش بأول لعبة. قديش بتشوف كل وحدة منكم إنه حبيبة أبضاي لما بتظهر تحس حالها بأمان؟ بلش معك. أوكي. قديش بتشوفي هذه أبضاي جسدياً؟ يعني بقدر إذا كنت بمحل حدا قرب عليكم، حدا حاول يسرقكم، حدا لطشك، حدا هيك طلع فيك تطليعة مش حلوة. أكيد بالسيارة بنكون ماشيين إذا حدا طلع دغري. أها دغري. أكيد. من نظرة. ناتالي شو الوضع؟ تمام. تمام؟ قديش بتشوفي إلي أبضاي؟ فيزيكلي يو كان سي يعني. فيزيكلي ماشي الحال ومتمرن. تمام. حلا. يا حلا. أنا عندي مشكلة وحدة ونيكولا بيساعدني فيها، انه انا عندي فوبيا من الكلاب. اوكي فنيكولا لما بيكون الكلب موجود باقي ما تبقى مش عطلاني هم. لا انه انا قويه بس انت قويه. نيكولا على طول معي اكيد. نادين شو شو الوضع؟ جوني بطل. جوني بطل يعني بالمؤسسه العسكريه طبيعي يكون بطل صح؟ شو جمهور؟ طيب اول لعبه رح بتكون رح بيكون عندنا ألواح خشب. بدك تتوقعي بستين ثانية كم لوح خشب ممكن خطيبك يكسر. منبلش من عندك يا هبة. أوكي. خمسة. نادين. عشرة. عشرة. شو بده يكسرهم؟ حلا بإيده هيك كونغ فو. هيا. شو؟ دقلتي؟ عشرة. عشرة. ما فيني اطلع فوق ابد. فيك تطلعي طولي بالك، بعد معنا نحن دورة تانية لحتى تأكدوا البث او الرهان تبعكم. يلا حلا. ثمانية. نتالي 15. بعدكم نتالي برافو عليك عم تطلع. برجع بقول لكم اللي بيكون عنده الرهان الاعلى هو بيكون عنده امل اكثر انه يربح. اه اوكي. تمام؟ يلا هبة فيك ترجعي تعدلي. بس بكم ثانية؟ فيكي معه 60 ثانية يكون يعني هيك تقديرك منطقي. اوكي. هلا محل ما كنت وين بالسيارة بجقرة ما بخلي حدا يقرب وصلنا على الخشب. شو؟ 12. هبة. شو؟ 12. نادين. 13. جوني. قد ايه كنت قبل؟ 10. بس عم تطلعي ثلاثة؟ برجع بقول لك فيكم تطلعوا، خليكي على 13 لهلا. حلا. هالقد خشبات هينية؟ ما تعطلي هم، هالقد زوجك أبضاي. فتنا خصب زجل يعني بقلب الشركه مهندس لحتى ينتقل للزجل كان بدها قوه. 13 كان موجود عندها. ايه يمكن ما لا بدك تطلعي ما فيك تكوني لازم تزيدي طبعا. صدقيني اول لعبه فيكم تحققوا فيها نقاط منيحه. حلا 16 نتالي كنت 15 تعالي 20 لنتالي 60 سنه هبة بعد شو بتقولي؟ انت اخر قرار بدي منك. 18 نادين 23 ما شاء الله 23 شو؟ هلا 60 ثانية ولو انت عليك تفكري بقدرة زوجك وفيك تزيد شوية تحدي بحال شي مرة عصبك بهالسن اللي قطعت ولا بالسنين اللي جاية بتقولي والله مع محمد قيس بيسألوا مرتي فشت خلقي. شو حلا؟ جو حلا نادين 23 18 هبة حلا ماليش شي سيد
ماما رح قد ايه يلا عم فكر كرمال يربح اضبط لي انه ابقى على نفس الرقم اللي هو 16 قد ايه قالت 23 اعلى بات 24 خشبه. هل يا ترى هالارقام هن كافيه او هالتوقعات منطقيه؟ رح اعطيكم فرصه اخيره ورح اطلب من مدير المسرح اديب يتفضل لعندي. هول الواح الخشب اللي عم نشوفهم. قديش ممكن بستين ثانية برمتي ما بنعطي فيك مرتاح فينا اعمل هيك. هيدي فرصة ذهبية لإلكم. شو يا حلا فيكم تعدلوا نغير وتغيروا المعادلة وتعدلوا عن قراركم. اوكي هبة وقعتي 18 لهادي في اعمل أكثر ايه زيد شو جمهور بتزيد؟ برجع بقول لك لا تتأثري فيي ولا بالجمهور. اوكي هادي هو شريكك وانت مرضو المستقبلية وفي سيارة بدها اكيد 28 28 ايوه نادين 70 70 نادين 70 برجع بقول لك نادين 70 ب 60 ثانية وبقدر زيد كمان. لا 70 منيح خلص شو؟ 70 انه هلا 70 بقول لك بدقيقة ب 60 ثانية يعني عم تقولي أنت بأقل من ثانية بده يكسر تقريبا وحدة ونص بيكسر ضلك عند قرارك؟ حلا بيلحقوا يحطوهم ما تقدريها نحن الطاقم الموجود معنا جاهز لأي تحدي يلا حلا من 16 ولا جاي جابرني فينا نزيد بعد؟ آخر مرة كان 28 70 حلا 72 29 يا حلا انت ما عم تسمع ولا شو عم بيصير ما حدا عم بيسمع ولا شو عم بيصير لانه والمشاهدين اصغر اكبر يلا يلا 29 29 هبه يعني انت ادنى توقع اللي هو 28 ما بقى فينا نزيد ما بقى فيك تزيدي والبدايه رح بتكون مع هبه وهادي تفضل عنا هادي تفضل هبه تفضل هادي 28 خشبه ب 60 ثانيه تعشوا لعندك هلا بيناتنا الخبريه ضرب لك شي حدا من وراها عملت لي مشاكل مشاكل؟ طفش خلقك هون تخيل 28 واحد بدك تقتلهم هاجمين يتجوزوها نحن قدها تمام؟ لا معقولة هي ريدي؟ ريدي أكيد؟ أكيد نفتح معي جمهور 3 2 1 جو اخطأت لهلا قربي لعندي مفتاحي مع انك انت اول مشتركه وادنى كان توقع اللي هو 28 28 خشبه اسم الله عليك هادي ب 14 ثانيه كنت مكسر 28 خشبه لهلا انتم ببر الامان ورب حليم تفضلوا لهون على يعني انتوا بكونوا بسرعة نتالي والي توقعت نتالي انه الي يقدر يكسر 29 خشبه ب 60 ثانية، خلينا نشوف سوا، تفضل إلي. إلي نتالي حبت تقضي عليك. أقل شيء 29 وحدة، خبرني شو صار معك قبل ما تجي لهون؟
ماشي بس ضربت ايدي بالباب رجعت منه 29 وحده شو بدك تعمل يا معطر؟ شو فلحت انا بروتكشن الي هادي قدر يعمل 28 وحده ب 16 ثانيه منا صعبه ابدا عليك لا لا 3 2 1 جو تذكر 29 وحده شو يعمل ابوها ابوها لما تنطي ابو ابوها لا انت تفهمين يا زلمه سقعت اطلبي 50 كمان كتا إلي لا تلي 15 ثانية قدرت تعملها يا إلي برافو عليك هبة للأسف بدي أخذ منك المفتاح هادي إلى الغرفة المعزولة هبة ترجعي مكانك ومثل ما قلنا سألوا مين؟ سألوا مين؟ برافو عليك هي بتقلك تكسر الخشبات لا تلي المفتاح لهلا معك رح يضل ساعة رح يضل تفضلي لمحلك وبما انه نادين توقعت لجوني انه يقدر يكسر 70 خشبه ب 60 ثانيه صار دور جوني يكسر ال 70 خشبه اذا فيه تفضلوا لعندي تفضل نادين نادين توقعت لك يا جوني 70 خشبة ب 60 ثانية هلأ لقبك عندها وهيدي حتصير هاشتاج هلأ عنا اللي هي مغوار قلبي شو؟ 100% هي شو بتسميك؟ مغوار قلبي هلأ قد ما اسقى فيه؟ أكيد طب شو بطل الحريقة اللي بدك تعزميني عليها؟ محمد شو؟ فجأة نادين قررت شافت الخشب قالت لي إذا ربحنا بدي أعزمك على الحريقة، حريقة شو؟ مثل الخشبات محمد بعدين عم خاف قولي لي هلا بدي أعرف هلا شو جمهوركم تعرفوا؟ سامعينا لنشوف خلص كرمال الجمهور إذا ربحنا الفاتور رح أعزمك على حريقة الفاتور القديمة أيوة جوني اتكلم عليك معك 60 ثانية أول ست صار جاهز لإلك 3 2 1 جو 32 وحدة ايوه جوني فيك جورج على المغوار شو مغوار قلبك مغوار قلبك still have 34 seconds. نتالي بعد المشوار بأول وقليل الغرفة العازلة فضل نتالي إلى مكانك مغوار قلبك بيعطيكي هاي لحد هلأ في حريقة تمام فضلوا لمحلكم وآخر رهان كان تحديداً مع حلا حلا توقعت لنيكولا 72 خشبة ب 60 ثانية هل يا ترى رح يقدر؟ بدي أطلب من نيكولا يتفضل لهون ويصاحب معه حلا فضلوا هلا توقعت لنيكولا انه يقدر يكسر 72 خشبة تحديدا ب 60 ثانية انا بقول ممكن وكثير واقعية وممكن تصير بما انه جوني قدر يشيل 70 خشبة باقل من دقيقة شو هلا اوكي نيكولا بحب التحدي وانت على طول بتحديه على طول بتحديه وعلى طول بيكون قدها تستفزه هي السيدة تستفزه يعني مهندس ورايق ما بعرف كيف بدك تقدر 72 خشبة هلا إذا ما عملهم ما رح أزعل بس إذا عملهم رح أكون كثير يعني مبسوطة مش معقول جمهور 3 2 1 جو يلا نيكولا عم بيعاني نيكولا اوكي شو حلا شو انا واثقه واثقه فيها حمسيه حلا حلا عم يتفركش عم يتفركش يلا يا حلا يلا 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 بعد 23 سنت تعالوا كيف راح الصبر شكرا نادين بعد المشوار باوله جوني الى الغرفه العازله نادين الى مكانك
ما بده يفك هيدا. شو هيدا الشيء اللي صار؟ يعني مش معقول. تعالي عندي حلا. وقع نيكولا القلب راحت عليه. فركش نيكولا. مهم يكسر ال 72 خشبه. شو هيدا؟ شاعره قالك حس بمشاعره. 37 سنه نيكولا تقدر تتكسر 72 خشبه. والله يا حلا ما حدا قدك. مفتاح معك. مبروك لحلا ونيكولا. 1000 نقطه. اول لعبه كانت من نصيبكم. نيكولا الى الغرفه العازله وحلا الى مكانك. المفتاح معك حافظ عليه. اما انتو مشاهدين الحماس لعبه بعد لعبه عم بيزيد والتحدي عم بيكبر. اذا حابين تعرفوا اذا الرجال بيعرفوا الستات والعكس بالعكس تابعونا بعد اول بريك.